إبراهيم، شو صار؟ حكيت مع إيجا؟ إيه، وين وصلتوا؟ وين وصلنا يعني؟ قلي شو صار معكم؟ شو حكيتوا؟ قلي لا تخبي علي. ما حكينا شي، معصبة مني كتير، وهي معها حق، كل اللي قالته صح، ما قدرت برر لأي شي، زعلت ومشيت. بسيطة روح، فترة بتتصالحوا. شو عم تعمل؟ هذا هو المكان؟ لا، مو هو. طالما هيك شو عم نساوي هون أخي؟ كرمال الله خلينا ندفنه ونمشي بقى. حاسس حالي مثل الطابة رايح جاي من هاد لهاد. خلص مو بده بأورفة، هي أورفة، شو بنعمل أكتر؟ لسه حاكي هاد وفوت مغارة وحلق الغاز، والله تعبنا. بعد ما وصلنا لهون عم تحكي هذا الكلام؟ طلعت روحنا حتى وصلنا لهون، هلا وقت ضل كم خطوة بدك تتراجع يعني؟ شو كم خطوة؟ كرمال الله أخي، ما ضل شي وما ساويناه، وبعدين بالنهاية اللي بده إيانا نعيشه عشناه. يعني خلص يلي بده إياه السيد إحسان صار. بعتنا بهالرحلة لنتعلم درس. ما بكفي اللي عيشنا إياه وهو عايش؟ وبعدين بقى. لا أخي استنى. خلص استنى. كل هذا اللي عشناه ولسه ما لان قلبك؟ امشي نشوف الخال أيوب، هو بيعرف وين. لسه بيقول لي الخال أيوب. هذا أيوب ما بيعرف أي شيء إبراهيم. شو بيقول لسه؟ بس قل لي شو ضل شيء لنعمله؟ شو بيعرفني شو لازم لسه نواجه؟ امشي معي نحاكي. ما ضل شيء نعمله ولا شيء نواجهه لهون وبس، بكفي خلصنا بقى. أنت ما واجهت خوفك من الماضي؟ ليكك رحت عند إيجا وشفتها وحاكيتها، شو ضل شيء لتواجهه لسه؟ وأنت؟ وأنت شو مشانك؟ بجوز أنت المقصود بهالحكي؟ هلأ صار أنا؟ المشكلة مو عندي إبراهيم، لأنه أنا واجهت كل شيء لازم واجهه، بس شوف ما تغير ولا أي شيء. نحنا ما ضل عنا شيء لنواجهه. إذا في لسه حدا لازم يواجه حقيقته، بتعرف مين بيكون؟ هاد أبوك. شكراً بابا، شكراً لأنك خليتنا نواجه الحقيقة تبعنا، عن جد شكراً. بس شو مشان حقيقتك أنت بابا؟ آه؟ هالقصص يلي خبيتها عنا، هاي الرحلة، هدول الناس يلي ما بنعرفهم، كل هاد ما خبرتنا عنه ما سبق وسمعنا فيه لهلأ، مو قدرانين نصدق شي. حضرتك كان بدك ياني واجه حقيقتي مو هيك؟ تمام، وأنا واجهت حقيقتي بالكامل. بس اسمعني، أنا ماني مسامحك بابا. سمعان؟ مو قدران سامحك. اسمعني، رح ندفنك هون هلأ، وهيك بتكون خلصت هالرحلة، فهمت علي؟ خليه اهدى شوي، اهدى. بس اسمعني دقيقة، وقف لحظة، وقف، اهدى، روق شوي، لو سمحت، اهدى وروق. بعرف انك تعبت كتير، ما عم قلك شي، وانا كمان تعبت نفس الشي، بس شو نعمل؟ قطعنا كل هالطريقة على الفاضي معقول؟ ايه قطعناها على الفاضي، للأسف كل هادي اللي عشناه كان على الفاضي. مشان أبونا؟ أبونا زلمة ما رضي يجي يحضر دفن أمنا. أنا يلي دفنت لأمي بالقبر بإيدي هدول. شي مرة هاد الزلمة ترك الجمعية وهالعالم الخيالي تبعه وإجا يسأل عنا؟ كان عايش بعالم لحاله، عالم طلعنا ما بنعرف عنه أي شي. ليكو هذا العالم تبعه شايف؟ بس جاوبني، حكالك عن حاله وحياته لو مرة واحدة؟ شو عامل؟ مين هن النسوانه؟ مين هالزلمة؟ مين هو إحسان؟ مين؟ حلو، شي حلو والله، الأستاذ جاي يعطينا دروس بعد ما توفى. شو ما كان الدرس اللي أعطانا إياه رح نبقى ناقصين، ناقصين.
نحن ما فينا نكون كاملين، انت نص وانا نص. ما رح انسى انه ما حضر دفن امنا. وخليني اقول لك شغله، رح نبقى هيك نصين كل حياتنا. للاسف. خلينا ندفنه بهالمقبرة ونرجع لحياتنا اللي مستنيتنا.